عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ ودائما به البداية، وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. جمهوري الأصالة والتراث، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الرقيعات، على بركة الله ينطلق الشوط الأول الخاص بالبكار الثنايا المحليات الأصايل. مسافتنا هي 6 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ضمن هذه التحديات في صباح يوم الجمعة بتاريخ 19 من شهر 11 لعام 2021. أعلنت أول الانطلاقات، أول التحديات، الشوط الرئيسي. هنا نسير ونبحر مع الثنايا المحليات، السيرة مع البداية مع المركز الأول، مع الشوط الرئيسي، السيرة مع البداية مع المركز الأول. تواقة من تاتي وتتوقع على البداية، من يقدم سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من ياتي على البداية الأولى، بينما المركز الثاني هنا الدخول مخدد حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث أيها الحل الكريم الدخول والوصول مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي من ياتي على المركز الثالث. أما المركز الرابع أيها الحل الكريم هنا التواجد والانطلاقة من قبل الدانة، من تتقدم أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي من ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أيها الحبل الكريم التقدم والانطلاقة مياسة أحمد بن حامد بن حمد بن حبروت الدرعي من ياتي على المركز الخامس. سادس المراكز، سادس المنطلقين الواصلين مواري ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتي على المركز السادس في هذه اللحظات. الله، يا هذه الأسماء القوية، يا هذه الانطلاقات المميزة التي تسير بهذه التحديات الكبيرة. أول الأشواط، أول التحديات، أول الانطلاقات في هذا الصباح المثير، والبداية عند هذه الانطلاقة، عند هذه التحديات، أول تحديات الثنايا المحليات. أين سيذهب الشوط الرئيسي، شوط التحديات، شوط الإثارة، شوط أقوى الأشواط يحمل هنا المنافسات والتحديات؟ هناك عند الأمتار الأخيرة سنشهد التنافس المثير ما بين هذه الأسماء القوية. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة والمقدمة، من تتقدم تواقة، من تتوقع مع البداية سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي، بينما في الضغوطات القادمة المنطلقة الدانة من تتقدم أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي. الله، يا الشامسي قادم بكل قوة. والمركز الثالث أيها الحفل الكريم هنا مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي من ياتي على المركز الثالث، والمركز الرابع القدوم والانطلاق في هذه اللحظات. يا مواري، مواري غيرت مع المركز الثالث مع التحديات ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، بينما الوصول والتقدم ايضا في هذه اللحظات وصلت روعة محمد بن دحمة بن سعيد بن زفنة العفاري. الله، يا بالزفنة قادم بكل قوة. والمركز الخامس القادمة المنطلقة الواصلة في هذه اللحظات مخددة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي من ياتي على المركز الخامس. الله الله، هذه الأسماء القوية، ارصد الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة في هذه اللحظات المثيرة والخطيرة. الله الله، روح مع البداية، روح مع البداية مع الصدارة. شوط الرئيسية لا يقل التحديات والإثارة والمنافسات.
مع هذه الانطلاقة الكبيرة بقيادة تواجة على البداية منذ الانطلاق، وهي تسيطر على البداية الأولى وعلى الصدارة وعلى الانطلاق الأول. تواجة سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من ياتي ويقدم لنا تواجة، بينما الوصول والتقدم وصلت الدانة احمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي من ياتي على المركز الثاني وعلى ثاني التحديات، والمركز الثالث الواصلة مواري ناصب عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتي على المركز الثالث في هذه اللحظات، والوصول والتقدم في هذا المسار الكبير الواصلة روعة محمد بن دحمة بن سعيد العفاري، يا سلام. والواصل أيضا المنطلقة وصلت مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي، ما شاء الله كوكبة خماسية على البداية وعلى الصدارة وعلى القيادة. أين يسير؟ أين ينطلق في هذه اللحظات بقيادة الدانة التي غيرت وانتزعت بساط المركز الأول في هذه اللحظات في هذا الانطلاق؟ الدانة أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي قادم بكل قوة، والمركز الثاني والقيادة على ثاني التحديات تواجة. من تتقدم؟ تواجة سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي وشعار بن فارس قادم بكل قوة، يا سلام. مواري القادمة بكل قوة، ناصب عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتي على المركز الثاني غير في هذه اللحظات، والمركز الرابع الوصول والتقدم من قبل روعة محمد بن دحمة بن سعيد بن زفنة العفاري، الله. والمركز الخامس هناك من الجانب الآخر، الله الله على هذا المسار الكبير. اذا هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات، مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي، الله يا سلام. ولعت ما بين نار اللظى الكوكب الرباعية التي تسير بهذا المسار الكبير والتحديات الخطيرة والمثيرة هنا بقيادة شعار بن فارس من يعلن التحديات الخطيرة. الانطلاقة مع شعار بن فارس من ينطلق على البداية وعلى الصدارة، ولعت ما بينهن نار اللظى والتي تسير بهذه الانطلاقة. تابع التغيير الذي طرى وجرى مع البداية ومع الصدارة، الله يا سلام يا سلام. روح مع الانطلاقة مع التحديات والإثارة على البداية وعلى الصدارة وعلى الانطلاق الأول. هنا تابع هذا الزحف القادم من المناطق الخلفية، تابع التغيير الذي طرى مع روعة على البداية محمد الدحفة بن سعيد بن زفنة العفاري، والوصول أيضا القدوم الدانة أحمد بن راشد بن ناصر الشامسي، والخدوم الواصل ايضا اول نداء وصلت شاهينية محمد بن حميد بن علي الدرعي، يا سلام. ومن الجانب الاخر ايضا هناك تواجة سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي، ما شاء الله عودة مع البداية مع الصدارة، ولكن ارصد القادمة، الله. تابع هذا الزحف القادم، الواصلة المنطلقة هملولة الزفنة بن دحمة بن سعيد العفاري، ركز لي عليها هذه، راعت هذه الاسم وعلى هذه الانطلاقة وايضا التحديات، يا سلام يا سلام. روعة قلت لك ركز يا مخرجنا، ما هملولة غيرت على البداية الزفنة بن دحمة بن سعيد العفاري، ولكن ايضا الواصلة وصلت دانا احمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي، يا سلام يا بن. روح مع البداية، روح مع الصدارة، الامتار الاخيرة الامتار مجنونة، سلام وتحية سلام كوكب الثلاثية. وتابع هذا العرض القادم هنا مع الصدارة مع هملولة الزفنة بن دحمة بن سعيد العفاري، لك التهاني لك الفوز والانتصار مع هملولة والعصاف البطان، ركز له تهانينا والناموس لمالك هملولة محمد، تهاني مالك هملولة الزفنة بن الزفنة بن دحمة بن سعيد العفاري. والمركز الثاني ثاني التحديات
ثاني التحديات وصلت اللي هي الدانا ملك احمد الراشد بن ناصر بن سعيد الشمس، والمركز الثالث المركز الثالث وصلت روعه ملك محمد الدحمه بن سعيد بن زفنه العفاري، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت ايها الحبل الكريم الشاهنيه محمد بن حميد بن علي الدرع، والمركز السادس المركز الخامس المركز الخامس وصلت قرموشه ملك العثه بالخزع بالعثه العامري، التوقيت الزمني 6:36 تسع دقائق و36 ثانية و46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس ايها الحبل الكريم لمالك هملول الزفنة بالدحمة بسعيدة العفاري، لك التهاني على عروض هملول مع الامتار الاخيرة.